السلام عليكم. تحت سلسلة نو فير نتكلم عن موضوع نوعا ما موضوع جديد، أو هو مو موضوع جديد، يكون هو توضيح. التوضيح اللي هو موضوع الكونفيوز، يعني اللي هي صعوبة اختيار المجال لك. يعني كملت راوتينج سويتشينج وما اعرف وين اكمل مساري، هل اكمل سي سي ام بي راوتينج سويتشينج، هل انطلق لمجال ثاني، هل اتعلق بشركة ثانية، هل اروح ادرس لريفربيت، ادرس ل اسنس، ادرس لجونيبر، دول، اتش بي. كثير من هاي الشركات تحتوي على اجهزة راوتينج سويتشينج. فمن الأمور المهمة اللي نحب نوضحها لهذه الأيام للمستقبل، خاصة نحن اللي استقبلنا موضوع الـ SDN، حتى نوضح هذه الخطوات. على سبيل المثال، أنت خلصت راوتينج سويتشينج. راوتينج سويتشينج هو الأساس، هو الأساس اللي تعرف من عند الراوتينج، تفهم السويتش كيف يعمل، تفهم إيش الماك أدريس، تفهم سبانينج تريز، تفهم الاي بي سب نتينجز، تفهم الاي سي الز، الاكسس ليست. هذه المواضيع مشتركه موجوده عندك. البورت سكيورتي مهم جدا. امور الشهادات تكون متعلقه بها الجانب الثاني. على سبيل المثال، انت لو كملت راوتنج سويتشنج، حبيت تطب مجال الديزاين، تكمل سي سي دي اي. سي سي دي اي لما تجي تذاكرها بعد سي سي ان اي راوتنج سويتشنج، تلاقي الموضوع انه عندك سهل، لأن معظم المواضيع هي تتكلم عن المواضيع العامة اللي موجودة براوتينج سويتشينج، مع الإضافات اللي موجودة معدها، شوية من الفويس، شوية من الوايرلس، شوية من الداتا سنتر. يعني مواضيع اطلاع عام. حتى أنت تكون بالديزاين كإنتري ليفل، كسي سي دي اي، يكون عندك معلومات عامة. لما تقعد تناقش ديزاين، تناقش بروتوكولات، أو تناقش على الأقل تقدير فيرتشواليزيشن في مجال الداتا سنتر، يكون عندك فكرة عنه. بعد ما تكمل مثلا سي سي ام بي راوتنج سويتشنج، تمتحن امتحان الراوت، تمتحن امتحان السويتش والتي شوت، تحتاج امتحان واحد اللي هو امتحان الارتش. راح تصبح انت سي سي ام بي راوتنج سويتشنج وسي سي دي بي كديزاين. علاقتها مع اي تي اي ال، وش التقارب بيناتهم؟ اي تي اي ال من الشهادات اللي مرغوبه جدا، مثل ما شهادة سي سي دي اي هي مرغوبة جدا. بنفس الوقت اي تي اي ال اللي هي نوعا ما قريبة من بي ام بي، وبها وجه تقارب، لكن هي كاي تي ال اللي هي انفورميشن تكنولوجي انفراستراكشر لايبراري. اي تي اي ال توضح لك الوظائف، انه كيفية تقسيم جدولك، تقسيم الناس اللي وياك اللي هم كلفل سي سي ان اي او سي سي ام بي كسي سي اي اي، حتى توظف مهماتهم. كل شخص عنده التاسك اللي مسؤول عنه. فهمك للديزاين مع اي تي اي ال، انت فعلا راح تنشئ مكتبة كاملة لشركتك. راح تكون انت جاهز لاي مشروع. مشروعك على حصلت وياه واحد من الناس، مشروع انكتب لسيسكو، كنت في احد الشركات، اتغير المشروع من سيسكو الى جونيبر. ما كان عندي خبرة جونيبر، لكن عرفت ان اوظف نفسي والفريق، انه نتعلم جونيبر وما نخسر العقد، حتى نستمر بالعمل ووظائفنا تكون مستمرة بنفس الوقت. فالدمج بين سي سي دي اي وبين اي تي اي ال هي وجه تقارب ممتاز، وان شاء الله اوضح يعني التفاصيل فيديوهات اكبر مفصلة، يعني بسلسلة منفصلة عن هذه السلسلة، لكن هذا هو توضيح عام. ونشوف رغباتكم لهذا الموضوع مع دعمكم طبعا. هذا هو كجانب بالنسبة كديزاين. اما انه ساعات الاسئله تكون والله يعني خلصت راوتنج سويتشنج واحب ادخل سكيورتي. سكيورتي من المجالات الممتازه جدا. سكيورتي واحد من الناس، يعني افضل ان انت تكون عندك فكره بسيطه عن لينكس، فكره جيده جدا عن الهاكينج. مو اقول لك روح وخذ شهاده CEH Certified Ethical Hacker، لكن في فيديوهات معينة اقرأ عن الهاكينج. انت لما تعرف الهاكينج كيف يحصل، راح تعرف تحمي نفسك. هذا من جانب. جانب ثاني،
سكيورتي عالم مفتوح، سكيورتي يحتوي على مسؤوليات، يعني انت لا تتوقع لما تاخذ سي سي ان اي سكيورتي انه الشركه راح تسلمك فاير وول، هذا شيء مستحيل. ماكو شركه تسلم فاير وول او تسلم في بي ان يعني متعوب عليه ومنشأ بين سايد وسايد يسلم لك انت كسي سي ان اي سكيورتي. انا اللي انصح دائما ان يكون عندك فكره عن اللينكس، سي سي ان اي سكيورتي بعد ما تكمل بعد راوتنج سويتشنج على طول، لا تنتظر، روح اقرا سي سي ان بي راوتنج سويتشنج. حتى لو ما تحضر للشهاده، بس مجرد انه انت لما تقابل يكون عندك انت فكره البروفيشنال، حتى لو تكون انت سي سي ان اي. اطلع على امتحان 206 يكلم لك عن الفاير وول، الامتحان الثاني يتكلم لك عن الفي بي ان، الامتحان اللي يتكلم لك عن الاكسس. الامتحان هذا اللي يكلمك عن الاكسس امتحان جدا جريء وممتاز، يتعلق لك بين الاكتف دايركتوري، يتكلم عن الرول بيس اكسس كنترول وكيفيه الدمج بين سي سي ان اي وايرلس وبين السي سي ان اي سكيورتي، يعني انه تعمل مركزيه كيوزر نيم وباسورد بين الاكتف دايركتوري في مايكروسوفت. نتكلم يعني ثلاث جوانب حاليا، واثنين بسيسكو، نتكلم كوايرلس ونتكلم كفاير وول موجود بالسي سي ان اي سكيورتي. وما يكون عندك يوزر نيم وباسورد موحد، ان انت الادمن، انت كاوبريشن ادمن او انت كسوبر ادمن موجود بالشبكه، هو نفس اليوزر نيم باسورد تدخل بيه على الفاير وول، نفس اليوزر نيم باسورد تدخل بيه على الواي فاي، نفس هو اليوزر نيم باسورد تدخل بيه على لابتوبك. ففي دمج بين مواضيع السكيورتي بين مواضيع الوايرلس. بعدين بالوايرلس احنا نتكلم من جانب ثاني، راح تقول لي طيب ايش دخل السكيورتي بالوايرلس؟ لا، موجود دخل، موجود دمج عملاق بالموضوع. انت ابسط شيء تحتاج تحمي شبكه الوايرلس، انت الترافيك مال الوايرلس تحتاج انه يمر من خلال فاير وول، من خلال اكسس ليت، من خلال عفوا اكسس ليست. هذا الاكسس ليست مسموح لفلان يطلع على الانترنت، وفلان يبقى على اللان، فلان عنده صلاحيات يعمل داونلود، فلان عنده صلاحيات انه يدخل على الواي فاي لمدة ساعة. هذا كلها من الامور اللي تكون تحت الوايرلس لان كنترولر، ومن خلال انت فكرتك تكون عندك فكرة كاملة عن السكيورتي، تقدر تدمج بين السكيورتي والوايرلس اللي هم لا غنى عنهم. نفس الوقت سي سي ان اي سكيورتي انت لازم ايضا تأمل الترافيك بالنسبة للفويس. انت لو درست فويس تحتاج تأمل الترافيك الفويس انه يكون عندك مشفر، تكون فاهم سكيورتي كيف تبعث هذا الفويس ترافيك من خلال في بي ان تانل ودمجه على ترافيك كامل كانكابسوليتد ترافيك وتنقله من مكان لمكان، اللي هي عمليه الاتصال تحصل من نقطه اي لنقطه بي. جانب عندك بالسي سي ان اي سكيورتي، عفوا بالسي سي ان اي فويس، ما هي علاقتها بالداتا سنتر؟ أحد يقول أستاذ شنو علاقة بالداتا سنتر؟ أنا أقول لك إلها كو علاقة موجودة. مثلا واحدة من المواد اللي موجودة بالسي سي آي إي كالبريشن إنه كيف توضع اليو سي إس كأجهزة اليو سي إس السيرفرات لسيسكو، إنه تعمل إنتجريت بين الكول مانجر واليو سي إس، إنه تعمل فيرتشواليزيشن داخل السيرفرات البي سيريز والسي سيريز، حتى تعمل لهم فيرتشواليزيشن لللايسنسنج. هذا الموضوع من المواضيع انت لما توصل مرحلة ارتيتك امبلومنتيشن، ان تكون انت كمهندس تنفيذي لهذا المراحل، انت ضروري ان توفر للشركة مبالغ من خلال استخدام بيئة الفيرتشواليزيشن. طيب علاقة في ام وير مع داتا سنتر، شنو العلاقة اللي موجودة بيناتهم؟ موجودة علاقة شريكة، علاقة اتصال مباشر بين في ام وير وبين الداتا سنتر. احنا اي شخص من الاشخاص يشتري ماذر بورد تحتوي على بروسيسور والرامات وتحتوي على هارد درايف، انت حتى تكون كمبيوتر. يعني زمان في مجال الهوستنج، انت لما تشتري هوست كان شركة الهوست توفر لك ستاند الون سيرفر كسيرفر فيزيكال موجود، هذا مخصص لك. لما يكون عندك عدد سيرفرات يزيد، فعدد السيرفرات يزيد يزيد عدد الباور، عملية الادارة تكون اصعب. لما ظهرت بيئة الفيومير أصبح عندنا إحنا مركزية بالموضوع، أنه تعمل داخل السيرفر الواحد كذا سيرفر كذا فيرتشوال ماشين من خلال الفيومير والفي سنتر، باستخدام سيسكو هاردوير السيرفرات اللي منشأ من سيسكو أو من اتش بي أو من ديل أو من أي شركة منافسة ثانية تستخدم الفيومير، أنه تقسم الفيزيكال ماشين الواحدة إلى عدة أقسام. مثلا بي سيريز ممكن تقسم إلى 100 فيرتشوال ماشين يحتوي على تقريبا 700 جيجا رام، يحتوي على 2 بروسيسور، 2 بروسيسور من نوع اكزيون،
ويعطيك الامكانيات مع امكانيه اللي هي اسمها يونيفاي كومبيوتنج، اللي هو عمليه الاتحاد الكمبيوترات اللي موجوده تحت شاسي واحد يحتوي على 8 سيرفرز داخل شاسي واحد، اللي هي الحاضنه الواحده مثل ما ظاهر امامكم بالصوره هنا. هذا يحتوي على 8 سيرفرات من الهاف ويث، او يحتوي على 4 سيرفرات من الهاف ويث اللي هي السيرفرات هذه الكامله تحت حاضنه واحده. فانت يصبح عندك هاردوير اللي هي يسمى بي يونيفايد كومبيوتنج تحت قطعه واحده، وبعدين تقسم هذا الهاردوير من خلال بيئه الفي ام وير الى عده اقسام، الى عده فيرتشوال ماشينز تحتاجهم في بيئه العمل وعلى حسب احتياجك. ونوضح هذه الامور تفصيليا ان شاء الله للمستقبل. تابعونا من خلال سيسكو فور اول وجروباتنا اللي موجوده، عملوا لنا سبسكرايب حتى يوصلكم كل ما هو جديد.